كابتن علاء، ماتش صعب وياما لعيبه النادي الاهلي مروا بالمواقف دي، ممكن من ايامنا ومن اللي قبلنا كمان، ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين النهارده يتخطوا العقبه بتاعت النهارده، وان شاء الله الماتش الجاي بتاع فيتا كلاب هناك. طيب هو النهارده مش عايز اقول ماتش صعب قوي، مباراه النهارده ان شاء الله تكسبها لو في مستواك العادي، مش عايز اهول زي ما بيقولوا في فريق فيتا كلاب، لكن هو فريق انت تكسبه مفيش مشكله، انت النادي الاهلي انت اقوى فريق في افريقيا مع احترامي لكل الفرق الموجوده، لكن هي الناس حاسباها دايما على اساس النتيجه اللي حصلت مع سيمبا، فدخلنا في حسابات ان انت مطالب بست نقاط صحيح بتوع فيتا كلاب، الماتش اللي هنا والماتش ان شاء الله اللي هناك باذن الله. اللي انا يعني اللي انا متاكد منه عن ثقه، يعني لقيت النادي الاهلي عارف النهارده المباراه مطلوب منها ايه. مطلوب النهارده مباراه ضغط كويس قوي من البدايه، مطلوب ثلاث نقاط النهارده مهمين جدا 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 يعني يحصل على النادي الاهلي. بغض النظر عن صعوبه المباراه، انا شايف ان هي مش صعبه. لما تيجي تعمل مقارنه بين فيتا كلاب او لعيبه فيتا كلاب ولعيبه النادي الاهلي، انا اتفرجت على فيتا كلاب، لا في فروقات كتير قوي ايمن، فروقات جماعيه وفروقات فرديه، لا انت في حته تاني. لكن انا بقول لك يا الناس كلها بتقول صعبه قوي على اساس نتيجه سيمبا، هي بتقيسها كده. لا ونتيجه تانية يا كابتن علاء، اتفضل. نتيجه المريخ وفيتا كلاب هناك في السودان، النتيجه خادعه زي ما بيقولوا. المريخ ايمن مش هو المريخ بتاع زمان، في نقاط ضعف كتير جدا، والكلام هنا في الاستوديو لما اتفرج على المباراه كلها اهداف كده، يعني لما تيجي اصل انت ايمن ما بتقيس فيتا كلاب مع المريخ غير فيتا كلاب مع النادي الاهلي خالص، طبعاً. كل أكيد. حاجه اكيد في, في 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 شكل الاداء، في لعيبتك، في العقليه بتاعت اللعيب المصري، لا الموضوع مختلف. لكن هو بقول لك كلها حاجات ايمن خادعه، يقول لك ده كسب 4-1 المريخ فدي تقلقك، الاهلي خسر من سيمبا فدي تقلقك، فاحنا لازم نكسب النهارده وضغط وكده. انا متاكد منه مستر موسيماني والجهاز الفني بعدين اللعيبه عن الموضوع انك لازم تكسب، والمباراه صعبه. يعني المباراه انا شايف ان شاء الله رب العالمين تبقى مباراه سهله جدا، يعني عند لعيبه النادي الاهلي الحل تبقى مباراه سهله صحيح. من البدايه ولعيبه النادي الاهلي زي بقول لك انا مش طالب اعلى مستوى النهارده، وانا افتكر كلامي المستوى العادي بتاع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده تلاقي فروقات كبير قوي بينا وفيتا كلاب ان شاء الله باذن الله رب العالمين.